صباح النور، اهلا وسهلا ومرحبا بكافه الساده المشاهدين اللي تابعوا صورتنا وصوتنا. اليوم الخميس 26 اكتوبر، نتواصلوا معكم كالعاده 3 سوايع من البث المباشر وبرشا فقرات ومواضيع في انتظاركم. نستهلوها بمعرض الصحافه بالطبيعه، نتحدث على اخر الاخبار اللي تم تداولها في الصحافه المكتوبه والالكترونيه مع عده فقرات تعودتوا بها: التغذيه، الصحه، الجمال، وايضا مختلف الاستضافات اللي يكونوا تقريبا حاضرين معنا يوميا لتغطيه الاحداث والندوات وايضا اللقاءات والمؤتمرات. نواصل معاكم اليوم في حوار اليوم، نناقش موضوع الاصلاحات الاقتصاديه الهيكليه الكبرى. اليوم نناقش ايضا مشروع قانون الخروج الاختياري من الوظيفه العموميه بمقابل تعويض مادي. اليوم نتحدث مع وزير الاصلاحات الاقتصاديه الكبرى سي توفيق الراشحي اللي باش يكون ضيف حوار اليوم مع امال الشاهد، فاطمه بن جمعه ومنى ذويب معكم ايضا في تقديم مختلف الفقرات. واليوم الخميس 26 اكتوبر حدثت عديد من الاشياء في العالم، نعملوا نظره من خلال هذا التقرير اللي حضرتونا فاطمه سويد حدث في مثل هذا اليوم. اليوم 26 اكتوبر وكيما اليوم عام 1911 تولدت ماهاليا جاكسون المغنية الأمريكية، كيما اليوم عام 1942 تولد محمد خان المخرج المصري المعروف، كيما اليوم عام 1954 الرئيس جمال عبد الناصر يتعرض لمحاولة اغتيال أثناء إلقائه لخطاب في ميدان المنشية بالإسكندرية، وهذه الحادثة المعروفة باسم حادثة المنشية. كما اليوم عام 1973 زامبيا وغامبيا يقطعان علاقتهما الدبلوماسية مع إسرائيل. كما اليوم عام 1979 رئيس المخابرات الكوري الجنوبي كيم شي كيو يطلق الرصاص على الرئيس باك تشونغ هي ويرديه قتيلا. كما اليوم عام 1994 توقيع معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية المعروفة باسم اتفاقية وادي العربة. كما اليوم عام 2002 انتهاء أزمة احتجاز 800 رهين روسي داخل أحد مسارح موسكو من قبل متمردين الشيشان، وذلك بعد اقتحام القوات الخاصة الروسية للمسرح مستخدمة الغازات المخدرة، مما أدى إلى مصرع 50 شيشاني وقتل 150 مدني. كما اليوم 26 أكتوبر عام 2003 حريق سيدار، ثاني أكبر حريق في تاريخ كاليفورنيا، ويتسبب بقتل 15 شخص وتدمير 2200 منزل. كما اليوم عام 2007 توفى آرثر كولينبرغ عالم كيمياء حيوية أمريكي وحصل على جائزة نوبل في الطب عام 1959. كما اليوم عام 2014 إجراء الانتخابات التشريعية التونسية الأولى بعد الدستور الجديد والثانية بعد الثورة لانتخاب مجلس نواب الشعب. اليوم 26 أكتوبر هو ذكرى استشهاد ضحايا الاستعمار الإيطالي في ليبيا. صباح الخير، صباح النور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في موعد اذا جديد من برنامجكم صباحك يا تونس. شنو احوال الطقس بالنسبه لليوم الخميس اذا 26 اكتوبر؟ هذايا باش نكتشفوه مع محرز الغنوشي كالعاده معنا يوميا في برنامجنا. صباح النور محرز. صباح الانوار منى، مرحبا بك، مرحبا بالناس تبع فينا كالعاده في برنامج صباحك يا تونس على قناتنا الوطنيه الاولى. شنو احوال الطقس بالنسبه لليوم؟ والله الحمد لله الطقس ان شاء الله ماشي للاستقرار، ممكن الريح اللي قلقنا ريح العمل بعمله خلال الفترات السابقه باش تعرف الحده نتاعو تراجع تدريجي، تاثيراته تبقى متواصله اليوم ممكن بخليج جابس شواطئ اسفاقس جابس وصولا للمدنين جرجيس وحتى ببن قردان، البحر يكون شديد الاضطراب فتدريجيا مضطرب، تواصل الاجواء الدافئه ما فيها باس شويه فيتامين د. اليوم نحكيو على درجه حراره في مستوى ال 24 درجة في تونس الكبرى، زغوان، باجة 23 ممكن سجلوها في بنزرت جهة الوطن القبلي، 23 أيضا بجندوبة بسليان، 22 درجة بالكاف، مناطق الوسط نتوقع
تتوقعوا اليوم 25 في سوسه، 25 ايضا بالقيروان سيدي بوزيد، 20 في القاصرين و24 بالمهديه وبالمنستير، وبمناطق الجنوب في حدود 26 اليوم في قفصه، 27 بقبلي بتوزر. بالنسبه لمناطق الجنوب الشرقي نتوقعوا 25 في صفاقس في قابس و24 في مدنين وفي تطاوين. كما شرت ان شاء الله باش نعيشوا استقرار تدريجي خلال الفترات هذه، البحر يكون قليل الاضطراب ان شاء الله في سواحلنا الشماليه ومضطرب الى قليل الاضطراب بالنسبه لخليج حمامات وجهه الساحل. ردوا بالنا من درجه الحراره المنخفضه في الليل، تقريبا طقس بارد، قيم حراريه دون العشر درجات بالمناطق الغربيه للشمال والوسط، بالقاصرين تالا الكاف سليانه بيزا وجندوبه نتوقعوا تقريبا ارقام تكون من بين 6 الى 10 درجات، وممكن من بين 12 ل 16 درجه ببقيه الجهات. الانسان يحاول يستحفظ على روحه ونلبسه الباهي في الليل في العشيه وحتى في الصباح بكري، فيما عدا ذلك بقيه المؤشرات الجويه تبقى معتدله. شكرا لك محرز، يعطيك الصحة. موعدنا يجدد معك إن شاء الله غدوة من خلال فقرة أحوال الطقس. احنا توا باش نمشيو لفقرة الرياضة مع سيرين بوشميلة اللي بتبيعها باش نواصلوا مع الحركات اللي كنا بدينا بها بداية الأسبوع. سيرين محضرت لنا مجموعة من الحركات والتمارين الأخرى فتابعونا. صباح الخير الناس الكل، اليوم باش نبداو كيما بدينا اول الجمعه الحركات المعينه لحرق الدهون. دونك نبداو مع بعضنا بشويه تسخين وبعد تو نفهمكم كيفاش نبداو. مجزك على جناب قدام في الوسط فوق طبعا نحل على جناب في الوسط. طب شوية واحد اثنين ثلاثة أربعة نقوم أكثر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة على الجناب اثنين نبدأ بشوية بشوية توا لهنا باش نطلع ساقي لهنا ساقي الأخرى نهبط شوية بحزامي ونطلع نفس مليح ميساج نخدم الحركة بشوية بشوية مش المفيد نخدموها صحيحة ثلاثة أربعة نفس مليح ساقي نطلعها على قد ما ننجم كان نجم نزيد ميسالش يعاون المفيد إذا يكونوا محلولين على نيفو الأكتاف وديما نحافظ على التنفس نزيد الحل نرجع واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة توا على التالي من هنا وباش ندز اثنين ثلاثة ديما ظهري مستوي نبلع كرشي بوترين ديجاجي ونتنفس مليح اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية طيب باش نبدل ساقي الأخرى سهلة برشا لازمني نركز على ساقي ظهري ديما مستوي بوترين ديجاجي التالي واحد اثنين ديما نحافظ على التوازن ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية
تسعة عشرة طلع الفوق قوي شوي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية خوازي الفوق ايدي لهنا تمشي لساقي اللي هي هذي هاي الأخرى بعد شوية بشوية ديما تنفس تنفس واحد اثنين نخدم في عقلي ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة كما قلت لكم نجموا عندكم البوا تزيدوا بيه كان ما تحبوش نجموا تاخذوا من غير بوا أربعة ديما نحافظ على التنفس خمسة ست سبعة ثمانية تنفس مليح أربعة خمسة توا باش نخدمو الميسكول انتيريور نتاع الكرش الميسكول اللي هما باش يكونوا مش باش نعروهم من الفوق اللي هما انتيريور دونك اليوم باش نخدمو شويه جيناج بيه كيفاش نعمل نقعد على كرشي ندور لهنا نحط لابوي نتاعي على الكود دونك لابوي نتاعي على الكود الحزام مش هابط ومش عالي نيفو لهنا ونحافظ على الكليبر هذا بوندون 30 سكوند نحسب واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة نرتاح نتنفس رجل الميكرو نتاعي ونرجع واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة هكا كيكا تصدقوا احنا في المباشر بالحق نكمل كوازيام فوا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة نتحمل شوية في ثالث مرة باش نبداو نتعبوا شوية ما يسيرش تسعة عشرة نرتاح دونك آخر تمرين هذايا اللي هو البوش اللي نجم يخدمه ساقيه لهنا نهبط بوتريني جست يقرب القاع ونطلع اللي هي صعيبة عليها تحط ركيبها لوطة تحل لهنا نيفو دي زيبول ونهبط واحد نبلع كرشي اثنين نفس مليح ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية هذه هي تكون العملية اليوم هذوما الحركات اللي هما أكثر باش يكون عملية حرق الدهون أي اقتراحات أو تساؤلات أبعثونا على الباج متاعنا بلايكيو سلامة سيرين ان شاء الله نهارك زين صباح الخير للمشاهدات والمشاهدين صباح الخير ومرحبا بكم في صباحك يا تونس بعد فقره الرياضه كما العاده فقره الاجتماع الصباحي اليومي اللي يجمعنا في ربع ساعه من 10 وربع حتى ل 10 ونص ومعنا اليوم لليوم الثاني على التوالي كما تعودتوا نجمة الدين العكري صباح الخير صباح النور مرحبا وباش نبداو دون اطاله بجوله الاخبار راوند اب انفو كما كل يوم صباح أول أخبار هو تأجيل إضراب نقل المحروقات ويبدو أنه خبر سعيد امبارح في آخر العشية حجز 26 طن من اللحوم الفاسدة بالمسلخ البلدي بتونس وزوز مواضيع هذوما باش تعاود ترجع عليهم معك منى بأكثر تعمق بت لبيع محصول واحد جمنة يوم 2 نوفمبر 2017 اليوم إضراب في ديوان التونسيين بالخارج
الإذن بالاحتفاظ بستة أشخاص من بينهم رجل الأعمال محمد الويتي وجوهر دمق، وأخيرا البنك الإفريقي للتنمية يوافق على زوز قروض بقيمة 112 مليون دينار لتمويل الأراضي السقوية. البت نتاع بيع محصول واحد جمنة باش تم نهار 2 نوفمبر، وإن شاء الله المرة هذه تتم بنظام وما يصيرش فيها اللي صار عم ناول. نتذكروا عم ناول الاحتجاجات اللي رافقت عملية البيع والخصومات ما بين المجتمع المدني وما بين الدولة اللي صارت سنين إن شاء الله في إطار هذا الاقتصاد الاجتماعي الجديد اللي يحب تركيزه في الجهة هذه، والمفاوضات إن شاء الله تكون وتم بطريقة سلمية وما يصيرش فيها المشاكل ما صار العام الفارط، وتتحسن الأمور في اتجاه تمكين المجتمع المدني من استغلال والعمل في الواحة هذه. الموضوع الثاني اللي حبيت نحكي عليه هو موضوع القرض الجديد اللي أخذته تونس من البنك الإفريقي للتنمية 112 مليون دينار. اليوم سقف القروض في عند الدولة ولا يرتفع، نسبة الديون نتاع الدولة زادة مرتفعة برشا ويلزم حلها. اليوم احنا قدام مشروع قانون تكميلي لميزانية 2017 و2018 فيها برشا أرقام تدفع لها لا على الشك ولا غيره. ثم تضارب فرق كبير كي تجي تشوف اعضاء لجنه الماليه خاصه علقوا على الموضوع هذا. صحيح، ثم البنك الفمي صندوق النقد الدولي قاعد يتبع فينا باش يسيب لنا القسط الثاني اللي بعده من القرض، وقاعد يتبع فينا وحاسب ارقام وحب يطمن على اين صرفت الاموال اللي تحصلنا عليها وكيفاش. هذه موضوع معناها مهم برشا ويلزم الدوله تعرف كيفاش تتصرف وكيفاش تدير القروض هذه، وخاصه كيفاش تلقى باش ترجعهم، خاصه وقت السداد بدا يقرب العام الجاي 2018 عندنا مبلغ كبير. انا قرض قطري يظن لازم نرجعوا سنه خلال. اي رغم هو تاجلته قطر، اما ممكن معناها عندنا قروض اخرى بملايين الدولارات. هو قرض القطري باش يرجع فرد المره معناتها مش على اقصى. على كل حال نحب نعطي المعلومه للي يهمه الامر، حتى اللي كنت نجم الدين اذا كنت تحب تتبع معنا ولا كنت تحب تقعد معنا. ضيف حوار اليوم باش يكون الوزير المكلف لدى رئيس الحكومه وزير الاصلاحات الكبرى سي توفيق الراجحي، باش نحكيو معاه على اللقاءات الاخيره اللي تمت معناتها برشا من 10 ولا 12 يوم مع صندوق النقد الدولي ومع البنك الدولي ومع منظمات ماليه عالميه اخرى في واشنطن، لانه هو تنقل مع زياد العذاري للواشنطن وقاموا بمجموعه من اللقاءات. باش نحكيو معاها على نسبه التدين، على نسبه التنميه، ايضا باش نحكيو معاها على القانون الجديد نتاع التسريح الاختياري للموظفين العموميين. تابعوا معنا، ثم برشا تفاصيل مهمه باش نخوضوها في حوارنا مع توفيق الراجحي في حوار اليوم. نوصل بك الويب رادار نجم الدين. في الويب رادار نلقاو في موقع الفيسبوك في المرتبه الاولى زياد الجزيري في طليعة الترتيب 12000 منشور وتعليق حديثا عن استقالة الجزيري من النجم الساحلي وقبولها من طرف رئيس الجمعية محمد عبو. عفوا، تم ذكر اسمه في أكثر المواقع أكثر من 5000 مرة بعد ما طالب رئيس الجمهورية باجي قايد السبسي أنه ينشر ملفه الطبي، وجاوبته مستشارة رئيس الجمهورية وناطقة رسمية باسم رئيس الجمهورية سعيدة قراش على المطلب متاعه بأنه هذا خطاب غير مسؤول. في المرتبة الثالثة وزير الفلاحة سمير الطيب اللي مازال الحديث أكثر من 4000 متصفح لموقع الفيسبوك على خلفية التصريح المتعلق بزيت الزيتونة، واللي بتبيعها مانيش نذكر الفحوى نتاعو لأنه اللي دار على مواقع التواصل الاجتماعي مش هذاك اللي قالوا هو الوزير. في المرتبة الرابعة صابر الرباعي يجي في المرتبة الرابعة، تم ذكر اسمه قرابة 3000 مرة بعد ما غنى غناية للجيش المصري وقام بحفلة تبرع بمداخيلها أيضا إلى الجيش المصري، وهذا أثار غضب مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا من التونسيين وموجة استنكار كبيرة. في المرتبة الخامسة نلقاو اسم مستشفى صالح عزيز اللي تذكر 2600 مرة، وكان ذكر المستشفى أساسا في منشورات وإصدارات تتعلق بتلميذة تحتاج لجراحة مستعجلة لكن أعطاوها موعد بعد سنتين. نبداو بالرياضه، نبداو بزياد الجزيري واستقالته من نجم الرياضي الساحلي عقب الهزيمه القاسيه لفريقه
في تصفيات كاس افريقيا في الدور نصف النهائي امام الاهلي ب6-2 والغضب الكبير اللي ساد احباء النجم الرياضي الساحلي وضغطهم. حسين جنيح البارح ايضا مازال ما تقبلتش ومازالت الضغوط على رئيس الجمعيه وعلى الجمعيه بكل، عديد الاسماء تم طرحها للمغادره. هذه الازمات اللي تصير بعد الهزايم وبعد الانسحابات من كاس افريقيا كما صارت في الترجي في النادي الافريقي في النجم الساحلي اليوم، عديد المشاكل، الجمهور اللي ما يساندش في وقت الفريق ويكون محتاج ليه يجي في اخر وقت يحب يعمل تغيير ويعمل ثوره اداريه. ما نعرفش الى اي مدى باش النجم الرياضي الساحلي قادر بالخروج، هذه جمعيه كبيره برشا 92 سنه في عمرها وقادره باش تسير الفريق وتخرج به وترجعه لسكه الانتصارات وسكه الفوز والطريقه الثابت نتاعها. الخبر الثاني اللي حبيت نحكي عليه هو صابر الرباعي. صابر الرباعي لقد ما صار عندنا حركات ارهابيه وقد ما صارت عندنا اغتيالات في تونس، ما عمره ما عمل حفله، ما عمره ما غنى للجيش التونسي رغم الانتصارات اللي عملها، ما عمره ما غنى للجيش الحرس والشرطه اللي قايمين دور كبير في مصر. هذه ثاني مره يظهر لي يعمل حفله كما هذه، معناه من حق التوانسه باش يغضبوا على فنانهم الاولاني اللي هو صحيح برز في مصر وفي لبنان وغيرها، لكن الاولى باش يكون في تونس، ما عمره ما عملها الحفله في تونس، ومن حق الجمهور التونسي باش يغضب عليه، خاصه صابر الرباعي حفلات وتفوت 100,000 دينار في تونس وهذا شيء كبير، وهو مش بالسيف لكن كي يكون تونسي معناها ويحس بتونس يلزم يعمل حاجه هو وغيره، كما لطيفه العرفاوي اللي قالت قداش من مره اللي هي باش تبرع بكذا وباش تبني مدارس وباش تبني حاجه وفي الاخر ما يتنفذش. الفنانين التونسيين كما زوج ممثلين زاد اللي نهارت فما ماتش نتاع المنتخب الوطني خرجوا العلامه نتاع تركيا، معناتها اونكور اون فوا نتسائلوا الانتماء والتونسيه شنية تونس والانتماء للعلم التونسي شنو، خاصة وأنك في المحافل الإعلامية العامة تتكلم بلهجات أخرى ما تتكلمش حتى باللهجة التونسية، معناها هذا يطرح على معناتها السؤال هذا يطرح على أكثر من شخص مش كان على صابر الرباعي. لا نعرف هو عام الموضوع هذا. الموضوع الثالث اللي حبيت نحكي عليه هو صحة رئيس الجمهورية في آخر الأسبوع هذا وبداية الأسبوع شفنا شكون خرج إشاعة اللي رئيس الجمهورية مريض برشا وهزوه للخارج يداوي وكل وهو موجود. سامحني فمش كان محمد عبو حتى عمر صحابه زاد كان تعدى في الراديو جمعة مش اللي فاتت اللي قبل منها وزاد عمل تصاريح ماشية فيها المنحة هذه لأنه كان هو أول واحد طالب يظهر لي. هو طلبها من يمكن من بدايته وقال حتى على الجانب الصحي والنفسي وكل هو من احنا ما عندناش ما يثبت ولا ما يطلب من رئيس الجمهوريه ولا غيره رئيس الحكومه باش الادلاء بملف طبي وصحي عند ترشحه عند بدايه العمل نتاعو، ما عندناش ما يجبر الرئيس الجمهوريه ولا رئيس الحكومه باش يقدم ملف صحي. نجموا نطالبوا بها بصفه عامه مش على الرئيس باجي قايد سبسي ما بصفه عامه اول مره جايه، وماهوش عيب كيف باش يكون الرئيس مريض. رئيس الجمهوريه هو انسان ينجم يمرض وينجم غيره وينجم الخبر هذا يخرج، وفي سن رئيس الجمهوريه 93 سنه اليوم ولا غيره من ممكن باش يمرض، لكن رئاسه الجمهوريه لازم تكون شفافه وتخرج الخبر كانوا موجود كانوا مش موجود من غير ما نعملوا هالاثارات وهالشائعات والاشاعات اللي قاعده تخرج وقاعده الناس تستغل فيها العديد الحاجات. الناس يقولوا هو عداو قانون المصالحه الاداريه صح عليه وبعد اعلن المرض وكل واحد ايش يقول رغم هو اشاعه المرض خرجت قبل امضاء قانون المصالحه الاداريه. مش اول مره على كل حال نكون الكره في ملعب هيئه الانتخابات اللي تولي من هنا فصاعدا في القوانين الانتخابيه تحط شرط انه اي مترشح لاي منصب مهما كان يحط الملف الطبي نتاعه من بين الوثائق المطلوبه. فاطمه معرض الصحافه. معرض الصحافه كالعاده اليوم الخميس 26 اكتوبر نستهلوا معرض الصحافه بجريده لو كوتيديان اللي كتبت ار بي اون بلينيير بور اليغ ان بريزيدون ا لا تيت دو ليزي. نمروا للصباح اللي كتبت بعد 8 اشهر من انطلاقه عقد الكرامه يتعثر في اغلب الولايات. نمشي زادا للصحافة كتبت في تقرير المرصد الاجتماعي التونسي الوضع الاجتماعي خطير ملفات حارقة والحكومة صامتة. نمر للمغرب اللي أوردت مقال بعنوان إلى جانب تدهور المقدرة الشرائية وغياب الشفافية غليان الأسعار يوسع الهروب إلى الاقتصاد الموازي. ونختم مع الشروق اللي كتبت رغم الصعوبة القياسية لماذا يصل سعر زيت الزيتون إلى 15 دينار.
نبداو بالخبر الاخير وارتفاع سعر زي الزيتون الى 15 و14، هو مازال ما تسعرش لحد اليوم في اي مكان، وزاره الفلاحه لم تعلن على غيره. لكن ناخذ لكم الخبر اليقين، لكن وارد باش يطلع الى مستوى قياسي، عم ناول تباع الى حدود 8 دينارات 9 دينارات، لكن 15 دينار يكون مرتفع برشا، وحتى كلفته في الانتاج ما فيش كثير المدوات وكثير العمل شجر زيت الزيتون. يلزم الدوله تتدخل، هو تقريبا الاستهلاك التونسي تونس الجمهورية ما بين 35 و 50 ألف طن، وإحنا عندنا سابة قياسية صحيح باش نجموا نصدروا باش نحاولوا نعزوا الميزان التجاري وننقصوا من العجز نتاعو. اليوم يلزمنا الدولة تتدخل وتخليه في متناول التونسي، يكون 8 دينارات 9 دينارات يكون معقول، أكثر من هكا يكون غالي برشا في بلاد منجا هي الثانية بعد إسبانيا في العالم. هذا 15 دينار راهو 14 دينار هو مازال متعارف لا لا هو معناتها السعر نتاع الصابة القديمة مش تاع الصابة الجديدة. لا عملوا البيع في 8 9 واصل 14 دينار اللي قاعده الكميات اللي قاعده وقاعده توصل ل 14 دينار من السبعه تاع عامل. الموضوع هو تندر كبير وسخريه على مواقع التواصل الاجتماعي من طرف معناتها رواد التواصل الاجتماعي، لانه معناتها بالحق تونس ثاني مصدر لزيت الزيتونه في العالم ومنتج، خاصه تلقى زيت الزيتونه يتباع بالغلاء هذا، وخاصه انه معناتها سمعنا في تصريحات سابقه انه السعر ماهوش باش يتجاوز ال 11000. هو مازال ما تحددش كما وزاره الفلاحه ولا ديوان الزيت مازال ما اعلنوش على السعر اللي باش يتباع به، لكن باش يكون في الحدود هذيك ماهوش باش يكون تحت 10 دنانير، نتصور باش يكون في الحدود هذيك، والتونسي نعرف باش ياخذ وباش يشري باش ياخذ عولته كما متعود بها. قبل كانوا يلوموا معناتها نذكر 2013 و2014 كونه ما ثماش شكون يجمع الزيتون والصابه موجوده، حتى سنة باش يكون هذا، وفي عديد المرات في عديد السنوات السابقه كان الجيش الوطني هو اللي يتدخل وباش يكون خاصه في ضيعات الفلاحيه الدوليه باش يجني باش ما يقعدش في اليوم. اليد العامله ناقصه، ثم يد عامله افريقيه تخدم في تونس قاعده تخدم في جني الزيتون وفي غيره، والشباب نتاعنا يحب معناه يجمع زيتون في الخارج في ايطاليا وفي غيره، ولا يخدم عمل فلاحي في الخارج ويحرق من اجله، وفي تونس ما يحبش رغم العائدات كبيره، وخاصه احنا يخدموا في تونس بالبا ينجم في كل فتره نتاع شهرين ولا ثلاثه اشهر يصور مبلغ كبير بالقدا في جني الزيتون، واللي عنده مردوديه كبيره. الموضوع الثاني اللي حبيت نحكي عليه هو انتخاب رئيس الهيئه المستقله للانتخابات المسلسل المكسيكي هذايا. اليوم نتصوروا ان شاء الله نوصلوا معناه الى حل، المترشحين برشا كل واحد من الهيئه يحب يوصل للرئاسه وهذا حق مشروع، لكن نحبوا نوصلوا الى توافق ما بين الكتل النيابيه المره هذه، خلي يسرعوا باش ياخذوا لنا رئيس للهيئه وتتحرك الماكينه. وين وصل المسلسل المكسيكي لتو؟ لتو مازلنا في العمليه هذه باش انتخاب انتخاب تم تجميع المترشحين السبعه. يقولوا لي ما عادش سبعه مترشحين، نقصوا يقولوا لي وليوا خمسه. هما كانوا سبعه يمكن باش عداوا الى خمسه، اما يلزم توافق على الاقل على زوز باش نلقاو رئيس ونشوف الانتخابات راهو بعد يومين. هيئة مستقلة ويلزم توافق؟ لا مش توافق عليها، هي توافق بين الاحزاب باش يخرجوا واحد، هي استقلال. في بالي على الاسماء. لا 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 لا، هما ينجموا يلقاو، راه كانوا ينجموا يلقاو بيناتهم يعملوا جلسه للتسع اعضاء نتاع الهيئه العليا المستقله للانتخابات ويتفقوا على واحد من زملائهم، لكن هذا ما تمش خاطر النواب هما اللي باش يعطيهم الشرعيه باش يعطيهم الصعود للهيئه هذه. الانتخابات في مارس واليوم احنا في نسميه في نوفمبر، ما عادش معناه ما عاد حتى شيء، يلزم تسريع العمليه على الاقل باش تكون الانتخابات كما كانت في المرات السابقه شفافه ونظيفه وديمقراطيه. مروا الموضوع اليوم معك منى نجم الدين، حبيت نسالك البارح وقت وصلت للدار؟ انا البارح وصلت بكري يمكن الاربعة، كانت عندي وعكه صغيره صحيه راه واحد بكري عايشك، لكن اليوم بلغني والبارح هذا في خير الليل اللي كان ثم توابير كبيره امام محطات الوقود، بعد ما خرج الاخبار اليوم وغدو بعد غدو اضراب في اخر لحظه تم التوصل الى لتاجيله لبدايه نوفمبر للمره الثانيه. المره الثانيه يتاجل خاطر كان 12 و13 و14 اكتوبر هو في المره الاولى وتاجل. الموضوع هذايا قاعد لي ذراعه ما بين اتحاد الاعراف واتحاد الصناعه والتجاره حول الزياده في اجور العاملين في القطاع هذا نقل المحروقات والمواد الخطيره، مش اول مره زاد يتم، وليت حتى هذا ولا مسلسل في كل عام يصير لنا مره ولا مرتين في كل عام، والناس الكل تعاود لنا السيناريو، تبدا كيلومتر شادين الصف على خاطر
الليسانس والكراب يلزم ايجاد حل. والاخبار يخرج لك في وقت قاتل، معناتها تبدا انت في وسط النهار ما على بالكش وغاد تستخدم على روحك، ما تعرفش كيفاش تعمل وقتها باش تمشي تصب ليسانس. الناس تنساها، ما توحلش من الغدوة الناس تنساها. تو مثلا في الاضراب الجاي كان ما تمتش المفاوضات وتم الاتفاق على زياده في اجور العوان هذوما اللي يخدموا على الشاحنات الكبرى باش يكون في بدايه نوفمبر، يظل 2 و3 و4 نوفمبر. الشعب التونسي الكريم استانس بالمسلسلات المكسيكيه هذيا، ما ينجمش مره يضرب هو ويقول خلي ما نصبش ايسونس، خلي ما نشريش هكا الحاجه، خلي ما نعملش. شنو يكلف اذا كان باش يمشي على بسكليت ولا هذا ماهيش من يلزم مصروف، ميزانيه باش تشري بسكليت ويلزم كياسات يا فاطمه باش تمشي نورمالمون بسكليت في الدار يا فاطمه، يلزم كياسات عادي ما كياسات تمشي فيهم، يلزم باش تمشي لا ما تنجمش. وهذا كان حتى كان سلاح المقاطعه كانوا باش يستعملوه مش يمكن في ليسونس وفي السيارات في وسائل النقل، كان يحسنوا لنا في وسائل النقل العموميه في مواد غذائيه كنا نعملوها على الطماطم على اللحم على البطاطا على الاسعار اللي قاعده ترتفع بشكل جنوني في الفتره الاخرانيه. وكما قال المقال نجم الدين في الخدمات نتاع وسائل النقل العمومية، تو الناس الكل تخلي كرهبها وتاخذ المتوات والكيران. ضعيف الخدمات نتاع النقل العمومي في تونس، وذاك علاش هو يخلي السيارات واصحاب السيارات يهبطوا بسياراتهم وتصير الاكتظاظ وتصير التلوث والازمات والكل هذا نتيجة عدم نجاعه النقل العمومي كما في بعض البلدان الاوروبيه تشوف فيهم انت. وبعد عديد الاشياء تو مثلا حتى باش ندخلوا حكايه اخرى، مثلا يقول لك التحرش وغير التحرش كان جات الكيران فارغه والمتروات والكل يكون اقل، ما نقولش ما ثماش الكل كان يكون اقل، انت تعبيها الكار ولا المترو الناس لاصقه في بعضها بعض تقول لي ما ثماش حاجات هذا ولا التساق ولا احتكاك. موضوعنا الثاني باش يكون على الارهاب الغذائي. ولينا كل نهار نهارين نسمعوها وشادينا كميه كبيره مثلا 26 طن من اللحم الحمير الفاسد واللي فيه جرثومه قاتله، معناتها حاجه مخطره جدا. شد البارح هذايا اي في المسلخ البلدي في الورديه في تونس نقولوا في الماديه ذبحوا، معناتها معظم اللحوم عندها اللي التوانسه تشري فيهم في تونس الكبرى. نعم حاجه خطيره وزاده كذلك 26 طن هذوما اللي خزيدك على المعلومات 150 كيلوغرام من السلطه المشويه شدت 65 اي 65 كيلوغرام من المايونيز الفاسده و27 كيلوغرام من محلول اللي تم للتصبير هذايا استهلاكه للتصبير المواد، معناتها هذوما تشدوا في العمران الاعلى في العمران الاعلى البارح زاد في محل زاد عشوائي نفس الحكايه قاعد يقدم في الخدمات هذه والا في المنتوجات هذه للمطاعم الكبرى في تونس. علما انه المسلخ البلدي ماهوش محل عشوائي، المسلخ البلدي معناها مكان رسمي. لا هو بالنسبه للمسلخ البلدي و26 طن من لحوم الحمير هذايا في بيت تبريد كاريها مواطن رجل اعمال كاريها في المسلخ، مش المسلخ هو ولا شركه اللحوم اللي عملتها، هو مواطن. ال 26 طن اليوم باش يتم تلافهم بعد ما تم حجزهم. متاكدين اللي هي لحوم حمير؟ لحوم حمير هذا حسب ما قال الكاتب العام للشرطه البلديه بتونس. الاستهلاك البشري طبعا، والحمير زي كما يقول لي هو يقول لك احنا في كل شهر ديفيني قداش نذبحوا معناها من حمار 1800 حمار، معناها 60 حمار يوميا. وعلاش الرغبه هذه التوانسه ما ياكلوش معناها الكميات هذه الكل، معناها كان 26 طن كلاهم التوانسه معناها يسمم لك على الاقل 100,000 1800 حمار. الاحمر هذوما في غالبهم يجيو من الجزائر، فيهم مرضى فيهم غيره مهربين ولا يدخلوا طبعا بشكل لا ما ثماش توريد معناها نتاع احمر او حيوانات كما هذوما دخلوهم مهربين طبعا من التهريب هذوما، وفيهم مرضى من انواع الكل معناها فيهم كبار وصغار وكل. والحاجه نتاعهم مش للحوم بالدرجه الاولى كما يقولوا لي، ياخذوا حسهم بالجلد نتاعهم والجلد نتاعهم يجففوه وبعد يقصوه ويرحيوه ويتم استعماله في مواد تجميل يتعملوا فيهم انتوما. اما مش في تونس عاد انت قلت يوردوهم للصين؟ لا يرسلوهم للصين واندونيسيا وعديد البلدان الاسيويه يصنعوا فيهم في باكويت فيه كيلو هو مرحي ويبعثوهم للبلدان هذه باش يعملوهم استعملوا في مواد التجميل. اي الاقلام الحمراء مثلا هذه مقاطعه فاطمه، قاطعوا المكياج قاطعوا المكياج حتى اللحم قاطعوا اللحم قاطعوا المكياج هو الحم هو البارح هيج عندنا مش شويه انا مقاطعه باش تهيج علينا الزازاره يا فاطمه. لا
احنا البارح كنا عندنا تقرير لقعدته زميلتنا ملاك ملاك البارح فهمت. انت تشري اللحم اليوم ما تعرفوش اللحم حمير ولا اللحم علوش. لا بالعلوش الحمير ثم فرق اليوم يا سيدي. نعلمكم زاد نقابه القصابين والجزاره سواء بالجمله ولا بالتفصيل متغشين وعندهم ندى صحفيه التويكا يظل يرى يبدأ باش يتحدثوا في المعلومه يقول ثم حمله تشويه ضدنا من الناس رغم احنا شفنا اللي قالوه الملك وقت مشى تتصور هو ثم معلومه معناتها ب معناتها على المعلومه اللي قدمناها احنا ديجا معناتها 26 طن لحم حمير لحم حمير. الاطباء البياطره اللي دخلوا باش يعاينوا الموقع اللي لقاو فيه معناتها اللحم الحمير هذايا كلهم دخلوا بالواقي مغطين رواحهم ولابسين معناتها لباس خاص. ثم واحد فيهم الشرطه البلديه دخل معناتها بدون واقي خرج وجهه منفوخ الكل وفي حاله معناتها مرض معنا من الفيروس نجم يكون. نعطيكم حاجه هو اخرى هو العينات قاتل. أي العينات يهزوهم هذوما تهزهم من نهار 9 اوت معناها 9 اوت واحنا توا في اخر سبتمبر ما عندهم شهرين وشويه احنا اليوم 26 اكتوبر اكتوبر معناها احنا عند 3 شهور تويكا معناها 3 شهور هما غادي اكيد باش يتعفنوا رغم هما في بيت تبريد كبيره. سامحونا معناتها على الحديث هذايا المقرف على الصباح اما راهو لو كان ما جيناش نخدموا في المصلحه العامه لو كان ما جيناش نخدموا في الصالح العام ولو كان ما جيناش ندافعوا على المواطن والمواطنة دافعي ضرائب راهو ما نحكم لكمش كلام كيما هكا صباح تلقاونا نضحكوا فادلكونا عاد في النوار وفي المكياج وانتهى الموضوع. ولكن هذه مسؤوليتنا خاصة في الإعلام العمومي أن نحطوا أصابعنا على مواطن الداء حتى وكان صباح حتى وكان نقلقوكم حتى وكان نزعجوكم على على المستوى الذوقي. هكا تلاحظوا لي احنا تعمدنا ما نعديوش تصاور لأنه الحديث فقط على هالوضعية هذه وهالمعلومة هذه مقرف بما يكفي في حد ذاته. باش نفسخوا شوية هالحالة الخايبة نمشيو إلى موطن الرقي مع السيدة فيروز. نشكرك نجمة دي شكرا لك. غدوة غدوة مازال نهار غدوة.
مواصلين فقرات برنامجنا وككل يوم خميس يحضر معنا زياد بن نورس المختص في العلاج الطبيعي، ومعاك العادة باش ناخذ موضوع يهم السادة المشاهدين. اليوم باش نحكيو على الانتفاخ، خاصة النفاخ اللي يظهر في القدمين الأرجل خاصة. ماناش باش نعطيكم تمارين الأكثر، باش نحكي لكم على نصائح بطبيعة تخص العلاج الطبيعي. صباح النور زياد. صباح الخير منى. إذا الموضوع مهم برشا برشا سيدات وسادة سادة يتشكوا من كنفاخ اللي يظهر خاصة في الساقين. الساقين اللي هو بحكم معناه نهار كامل الواحد يقضي ولا نعم. واقف نهار كامل كل شيء على فان على فان دا جوني ساقيه معناه تولي تحسهم حتى يرزموا معناه. دونك سكا الوقفه اللي بزايد هذيك كل ماذا بينا نقصوا منها، باش نحاولوا نقصوا منها لو ماكسيموم، نحاولوا نبدلوا بين القعاد والوقوف ونحاولوا معناها نمشي. المشي اللي هو يعاوننا بالكدا بالكدا، خاطر نعم. المشي يزيد يحسن في السيركيلاسيون في الدوره. النفاخ هذا منش يجي معناتها في العاده؟ في العاده هو يجي معناها بالنسبه للانسان عادي، معناها حد كان عنده نفاخ في ساقيه، سي السيركيلاسيون نتاع الدم نتاعو معناها ما تدورش بطريقه منتظمه. منتظمه وطبيعيه بحكم معناها نقول لها ستاز معناها اللي هي معناها الدم يركح اللوطه معناها والسيركيلاسيون السرعه نتاعها تقل. فما بعض الامراض بالطبيعه اللي تسبب هذا وتسبب هذيك حاجه اكيد. هذيك ماذا بينا نمشيو نعالجوا ونشوفوا اخصائي معناها طبيب مختص. احنا تو اليوم باش نحكيو عن الناس اللي تتعب برشا تقف برشا اللي ما عندهاش امراض لكن معناتها يصير لها تتنفخ ساقيها خاصه من الوقوف فوالا. نعم. ماذا بينا كيف قلت لك حتى نهار كامل كان عادين نهار كامل واقفين ولا حاجه، ماذا بينا ساعه اول حاجه نرتاحوا شويه، نقعدوا معناها على في الفرش مثلا، نرتاحوا ساقينا في الفرش ولا حاجه. نعم. ونحطوا معناها مخده تحت الساقين، ماذا بينا ماذا بينا نحطوا مخده تحت الساقين، دونك هذيك باش تعاوننا انه الدم يرجع، باش الدم ينجم يرجع وفرد مره. نعم. معناها الدم ولا الدم باش يرجع بالطبيعه دونك ينقص الانتفاخ هذاك الموجود في الساقين. نعم. دونك نقعدوا معناها اقل حاجه 5 دقائق ومن بعد تالي نجموا نقوموا نعملوا مشيه نتاع 30 دقيقه اللي هي باش تعاوننا معناها انه باش ترجع الحاله نتاع الساقين نتاعنا طبيعيه. ما ننساوش حاجه اكيد اللي هو الثلج يعني نجم يرتحنا مليح. يرتحنا الحقيقه الثلج هذا اكتشاف معناتها قلنا حتى الناس اللي تتعب خاصه والناس اللي عندها مشاكل خاصه في البرد. في البرد اللي عندها البرد اللي عندها المشاكل دونك هذاك عاوننا باش كان عندنا التهابات تنحى، كان عندنا حتى شويه انفاخ يتنحى الانفاخ هذاك. نعم. فهمتني؟ وبشويه بشويه دونك ما نحاولوش زاده كيما نقولوا القضيه ونحن واقفين هذاك ماذا بينا لا، ماذا بينا حتى نبداو قاعدين. وكي نقعدوا ساقينا ديما لاصقين في القاعه ماذا بينا، ما نحطوش ساقينا تكون ممدوده ولا مثلا ساقينا ما تمسش في القاعه ولا كرسي عالي اكثر من اللازم. هذاك دونك كله ماذا بينا نبعدوا عليه كيف ما ايه. وبالنسبه للناس او شو قاعدين نشاهدوا على الشاشه في صور بالطبيعه اللي فيها الساقين هذوكم هما هذوكم مخده هذيك سبيسيال معناها نجم نلقاوها معناها ونجم نصنعوها حتى وحدنا اللي هي تعاون باش الدم يرجع باش النفاخ هذاك ينقص علينا وحتى الساقين نحسهم يخفوا ويرتاحوا معناها. زيد العمليه هذه نجم نعملوها كل يوم ولا كيفاش؟ كل يوم نجم نعملوها كل يوم معناها خاصه بالنسبه للنساء اللي هي نهار كامل تقضي وتعبين وكل شيء دونك نجم كل يوم معناها اخر ما نكملوا القضيه ولا اخر ما نكملوا نهارنا. نعم. نعديوا كل 5 دقائق ولا حتى اكثر ان ماذا بيا حتى اكثر باش نحسوا باش الدم كله يرجع باش الساقين يعاودوا معناها يرتاحوا معناها باش يخفوا كما نقولوا باللغه العاميه نتاعنا. بالنسبه للنفاخ مثلا اللي يظهر معناتها بسبب التعب، لكن وقتاش نمشيو للطبيب؟ وقتاش نخافوا من النفاخ هذايا؟ النفاخ نخافوا منه وقتاش؟ وقت اللي معناها بعد ما قمنا بالعمليات هذوما حسينا النفاخ انه ما نقصش. هذاك وقتها ماذا بينا في ظرف 24 ساعة حسينا النفاخ ما نقصش، ماذا بينا نوليو نشوفوا طبيب اللي هو مختص باش يعمل معناها الكونسلتاسيون نتاعو معناها. نعم. باش يشوف شنو اللي فما وشنو اللي ما فماش. بالطبيعة. حاجة أخرى كان نحسوا مثلا الجلدة تنفخت ومكبوسة وسخونة وحمارت، ماذا بينا وقتها نمشيو نشوفوا نجم تكون معناها مشكلة. نعم. في الدورة الدموية اللي لازمنا معناها نعالجوا عليها. باهي زياد، فما ناس تقول لك مثلا أنا سقاية تنفخت
فما شكون يمشي يعمل ما نعرفش انا، فما شكون يعمل شويه مساج زاده، باهي ولا مش باهي في الحاله هذه؟ المساج باهي، هو باش اول حاجه باش يرتح، اول حاجه باش ينقص من الفخ هذاك، ماذا بينا كان انسان هو يعالج ديجا، ماذا بينا ناخذ معناها لافي نتاع الميدسان حاجه اكيده. فهمت؟ حاجه اخرى، والماء والملح باهي ولا مش باهي؟ الماء والملح يزيد معناها يزيد يعمل على الاقل باش نعرفوا بالساده المشاهدين على الاقل نصحوا بعض الحاجات الخاطئه اللي نجمونا. اي ماذا بينا نشربوا برشا ماء اما نقصوا من الملح، خاطر الملح لا يعني والماء والملح سامحني كي نحطوا فيه سقينا باش في بالنا يرتحنا. ماذا بينا ماذا بينا معناها في النفاخلي ماذا بينا معناها كيف ما شفنا معناها التمارين هذوكم وفرد المره معناها نقسم الملح. نعم. الملح خاطر هو باش يزيد في النفاخ. وبالعكس نشربوا برشا ماء باش الدوره الدمويه نتاعنا ديما تبدا تتحرك في الويد وتصير حتى مشكله معناها. نعم يعطيك الصحه زياد، شكرا لك على المعلومات اللي قدمتها لنا، وان شاء الله موعدنا يجدد معك ان شاء الله الخميس الجاي بموضوع جديد، وكان تحبوا اي موضوع يكون حاضر في برنامجنا معك ليكم كان تراسلونا على صباحك يا تونس الباج فيسبوك نتاعنا. احنا تو باش نمشيو مع فاطمه بطبيعه ومع الدكتوره باش نشوفوا شنو هي محضرينا وموضوعنا اليوم في فقره امومه وطفوله.